نشكر بداية سمو الشيخ دكتور سطاب الخليفة على دعمه للفريق واللجنة المنظمة لتوفير كل عوامل النجاح لهذه البطولة وأيضا الجهة المستضيفة لهذه البطولة. مع الجولة الثالثة من بطولة الإكسكات الحمد لله فريق أبو ظبي متصدر واستراتيجيته هو أن يكون محافظ على هذه الصدارة والحصول على مراكز متقدمة واعتلاء المنصة من خلال هذه الجولة. الحمد لله جاهزية على أفضل ما يكون، تم إعداد معسكر من خلال جولة أبو ظبي والحمد لله المتسابقين اجتازوا مرحلة التأقلم والحمد لله متفاهمين مع بعض، فالحمد لله وصلوا المراحل تأهلهم للاعتلاء المنصة إن شاء الله. والله نطمح مثل ما قلت لك المركز الأول، أتوقع صعبة لكل سباق هناك مجريات، لكن الحمد لله الفريق متسلح بالصدارة البطولة وأيضا توجيهات سمو الشيخ دكتور سطام الخليفة، أيضا هذا حافز أعطى حافز للمتسابقين للحصول أو المحافظة على الصدارة، فكل التوفيق إن شاء الله من خلال السباق والكل سباق معطيات، فنتمنى ان شاء الله تكون هذه المعطيات لصالحهم ان شاء الله. الفرق الاماراتي هي المصدره خلال هذه البطوله المراكز الثلاثه الاوليه، فهذا ايضا روحه يعني اضافه تنافسيه للشباب، فنتمنى ان شاء الله تكون تنافس حبي من خلال هذه البطوله والتوفيق لكل المتسابقين ان شاء الله. اول شيء احب اشكر دكتور الشيخ سلطان بن خليفه على دعمه اللامحدود لفريق ابو ظبي من جميع النواحي الماديه والمعنويه والمتابعه لنا كفريق واهتمامه الكبير في جميع المحافل، فحاليا الحمد لله استعداداتنا وايد زينة. اليوم ما نستهين بأي فريق من الفرق الموجودة حاليا في البطولة هذه، لأن كل الفرق اللي جاية تنافس على البطولة، جاية تنافس على تاخذ المركز الأوائل من المراكز الأولى. فالحمد لله فريق أبو ظبي حاليا متصدر بطولة العالم الأول كنقاط، فاستعداداتنا إن شاء الله بتكون إن نحن جاهزين حاليا كل شيء، بس بننزل اليوم ان شاء الله براكتس وبنجرب وبنشوف. حالة الطقس زينه وايد، الاجواء معتدله، يمكن كان في اختلاف شويه الحين حاليا في الكورس كاول مره نحن نشارك يعني في هذا الكورس، فيه لفات كثيره بتكون، بس هالشيء يعني يمكن ما يتغلب على فريق ابو ظبي، بالعكس فريق ابو ظبي جاهز على اكمل وجه وان شاء الله نكون متصدرين في البطوله هذه باذن الله. يمكن تقريبا من يومين في البرتغال وكل جهدنا كان في متابعة الزورق من ناحية المكاين من المراوح الأوزان، تشيك كامل على الزورق داخلي وخارجي،
فالحمد لله حاليا نحن مستعدين اكمل استعداد، نترى بس الموافقه على نزول الزورق في البحر وتجربه الكورس. الجوله هاي تختلف بمياهها، والله انا توقعت انه يكون البحر موي، بس تفاجات ان هاي المنطقه جايه في ذاري، والكورس يختلف تماما عن باقي الجولات، فيه زياده لفات، واهم شيء انهم يعني ما نخسر السباق، اهم شيء ان نكمل السباق عشان نحافظ على النقاط ونتم حافظين على الصداره. الجولات كثيره، باقي 4 جولات من غير هذه. احب اشكر الدكتور سمو الشيخ سلطان بن خليفه على الدعم اللامحدود للفريق، واشكر اداره النادي، واشكر الطاقم الفني. Oh, stand close. I see the problem now. Stay together with your teammate. Stand behind them. Yeah. Let me see. Stand behind. Okay. No, behind. I know the problem. Now I know what's the problem. Stand closely behind. You're too short. This is the problem. You're too short. الشكر يطول الدكتور سلطان بن خليفة على دعم للفريق، وهذا السباق إن شاء الله بكون أنا داعم حق الشباب، أكون راديو مان يعني، ورشادهم في أحسن ستاب حق المراوح في اللفات في اللونج لاب، يعني دافع حق الفريق إن شاء الله. الحمد لله أشوف الفريق جاهز من ناحية كل شيء، وأشوف الاستعدادات إن شاء الله بتكون قوية، وإن شاء الله أنا بننافس على الأول، و كما تشوف انت الحين احنا متصدرين في بطولة العالم في النقاط، وان شاء الله نحافظ على البطولة. والله ان شاء الله احنا متفائلين خير، والناس ما قلت لكم منافسة بتكون اكيد قوية، ان شاء الله ان بنحافظ على المركز الاول، وكنا فرق اماراتية والحمد لله عنا ولا عندهم، الاهم شيء انها تكون هي في الاخير من بيننا، يعني تكون فرق اماراتية اللي بحاصلة على بطولة العالم.
سوبر ستيشن، وأبو ظبي في ملاحقة يحاول أن يتقدم بشتى الطرق، ولكن رقم 6 الإيطالي، شوف هذا رقم 5 ومع رقم 6 في محاولة على المركز الرابع والخامس، الآن يتقدم إلى الثالث ثم يعود إلى الخامس من جديد، هكذا المنافسة. إذا شوف شوف شوف، لا زال أبو ظبي يحاول أن يتقدم، بالفعل الآن يتقدم، يتقدم الآن، يحاول أن يعدل من المركز إلى المركز الثالث أو الثاني إذا ما استطاع. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء احب اشكر الدكتور الشيخ سلطان بن خليفة على جهده ودعمه اللامحدود. اليوم الحمد لله نحن هنا المركز الثاني في سباق السرعة، هذا كله بتوافيق من عند الله وتياسير. إن شاء الله باكر بيكون نظام جديد، ترتيب جديد إن شاء الله أنا وأخوي راشد، وإن شاء الله نحقق بطولة والمركز الأول بإذن الله. بإذن الله كان سباق جيد ومهيئ للزورق حق هذا المياه البرتغالية اليوم. الحمد لله كنا يعني كنا نبقى الأول، بس ما الله راد في آخر دقيقة الموي خف والهواء دوق وكان من نصيب اكس دبي. الله يوفقهم ان شاء الله، يوفقنا ابو ظبي تيم، راشد سهيل الطاير، ان فلاح خلفان المنصوري.